مئات الآلاف إلى الشوارع في القاهرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في هذا المكان جمهورية التحرير أو المدينة الفاضلة، حلم المدينة الفاضلة، ذكريات لا تنسى، يعني لحظات من أجمل ما عاش الإنسان حقيقة. ولعل الله سبحانه وتعالى أراد نحن نعيش هذه الأيام علشان نشعر أنه في الجنة ما هو أجمل، أنه إذا كنا في الأرض قدرنا نوصل لهذه الحالة من التآلف والانسجام، ويعني شيء عجيب جدا. أنا أذكر أنه في هذا المكان تحديدا اللي احنا كنا واقفين فيه دلوقتي بنصور في يوم موقعة الجبل بعد الخطاب العاطفي اللطيف بتاع المخلوع، والناس قالوا خلاص وانتوا عاوزين ايه وروحوا والكلام الذي قيل. وبعدين حصلت موقعة الجمل العصر، ومش زي اللي ظهر في التلفزيون ان هي كانت ساعة ساعتين وخلص الموضوع، ظلت المواجهات مستمرة من الساعة 2 الظهر لغاية تاني يوم الساعة 7 صباحا تقريبا. فيعني انا اذكر انه موقف كان لأول مرة أشوف سيدنا الشيخ عماد عفت الله يرحمه، كان أول مرة أشوفه في 18 يوم، كان في يوم موقعة الجمل، وكان الساعة تقريباً 10:30 بالليل في هذا المكان بالضبط قدام كده، يعني بعد الرصيف ده قرب المتحف المصري. لقيت الشيخ رابط البلوفر على وسطه ولابس بنطلون جينز وبيجري بيشيل طوب من ورا ويروح يفضيه للشباب قدام. أنا والله لما رأيت هذا المنظر بكيت، إنه الشيخ على قدره وعلى علمه وعلى يعني جلاله من الناحية العلمية والورع والأدب والكذا، وبعدين يتحرك كأنه شاب عنده 15 سنة بس بيشيل الطوب يوديه للناس قدام، فكان شيء في منتهى الروعة. إلى أن يعني ربنا أنعم علي تقريبا الساعة 12:30 أو حاجة، أصبت في رأسي ناحية عيني اليسرى، وبعدين وكان من الحاجات العظيمة جداً المستشفيات الميدانية. مباشرةً أول لما أصبت لقيت اللي بيساعدني، اتحركت شوية ورا خط النار مباشرةً كما كان يسمى، يعني خط النار ورا خط النار مباشرةً في نقطة إسعاف أولية اللي هم بس جففوا الجرح وكتموا عليه وبتاع، وبعدين اتحركنا نقطة الإسعاف اللي بعديها أو منظفوا هناك الجرح، وبعدين نقطة الإسعاف التالتة هناك عملوا الخياطة الغرز المطلوبة في رأسي وكده. فالواحد لما يفتكر أيام ميدان التحرير واللحظات اللي عاشها هنا، وبعدين صلاة القيام بالليل، وبعدين صلاة الفجر، وبعد صلاة توضى بمية ساعة بس إحنا يعني تحس الواحد مش بردان، وبعدين بعد صلاة الفجر الطوابير الرياضية والناس تلف حوالين الميدان عشان يتنشطوا، والأغاني اللي شغالة أغاني الثورة، وتلاقي الناس كلها متألفة، حالة من أجمل ما يمكن أن الإنسان يعيش من حاله. للأسف مفتقدينها بعد انتهاء الثورة، بعد انتهاء أو مش انتهاء الثورة، الثورة لم تنتهي طبعا، لكن بعد انتهاء هذه 18 يوم اللي أسفرت عن ذهاب هذا المخلوع، حسينا أن الموضوع ده بعد شوية، أن روح الناس ما عادتش زي ما كانت. فأنا زي ما بقول أنه يمكن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن احنا نعيش هذا الإحساس الجميل في هذا المكان علشان يقول لنا سبحانه وتعالى في رسالة كده، انه نقدر نعمل كده تاني، نقدر نبقى قلبنا على بعض، ونقدر نبقى نتآلف، ونقدر ان شاء الله نصنع وحدة تنهض بهذه الأمة ان شاء الله. دفع مئات الآلاف الى الشوارع في القاهرة.